بل نقول إلى لقاء آخر. مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام. ما زالت ذاكرة الكرة القطرية تحتفظ باسمه نجما من نجوم الجيل الذهبي، كان صخرة في الدفاع متألقا مع المنتخب الوطني وناديه السد لسنوات طويلة، سنوات حقق لها الكثير من الإنجازات وحصل على العديد من البطولات، والليلة سيحدثنا عن تاريخه الكروي الحافل بالعطاءات وذكرياته الممتعة بعد هذا التقرير. عنبر حلوه حسب لصالح الفريق البرازيلي، ومبارك عنبر معدي من واحد وهاجم، هاجم مبارك، هاجم معدي من الثاني. لا نقول وداعا بل نقول الى لقاء اخر في عمل اخر. معاي اليوم النجم الكبير والخلوق مبارك عنبر. وحسن انا تشرفت فيك اليوم. اشكرك على المديح هذا اللي مدحني فيه. استاهل. طبعا اشكرك على استضافتي في برنامجك المميز هذا. الله يسلمك. ولك الشكر ولقناه الريان. الله يسلمك. على استضافتي. الله يطول عمرك، مشكور مشكور. الله يبارك. ابو حسن بسالك عن بدايه محطتك الرياضيه في وين؟ اول شيء نقول الحمد لله رب العالمين على الصحه والعافيه والامن والامان. نعم. أهلنا بخير وكلنا بخير والأمور طيبة والناس طيبة الحمد لله رب العالمين. طبعاً بدايتي بديت في الفريج مع ربعي وإخواني وفرميلة. نعم. إحنا صغار نحب الكورة نلعب كورة، في أي مكان نحط على الملعب حصتين مني وحصتين مني نسوي لنا ملعب ونلعب كورة. الله. تأسست في الفريج فرميلة. نعم. سوينا لنا فريق. تذكر ربعك اللي وياك؟ والله من زمان يعني اذكرهم يعني بس الناس ما تعرفهم يعني انا اعرفهم طبعا اعرفهم اذكرهم يعني يعني ما نسيتهم طبعا. وكنا نلعب مباريات، نلعب يوم مع فريق من رميله الجهه الثانيه، يوم مع البدع، يوم مع الشكل، شباب صغار. نعم. بدت يعني يعني حبيت الكوره، حبيت اني اسوي شيء، حبيت اني اشوف. كان في ذيك الايام يعني المعارف اللي يسمونه في القسم الداخلي يحطون مباريات كأس العالم 66. صح. وكنا احنا صغار كذي نروح نستانس نبي نشوف اللعيبه، نشوف اللي يلعبون بيليه ونشوف اللعيبه الكبار هذيلا. نعم صحيح. تولعنا بالكوره، مشت الايام واحنا على نفس الوضع تاسيسنا في هذا. نعم. جات فتره كأس الخليج الاولى 70 لعبت المباريات اللي يسمونها المنتخبات، صار عندي يعني حب الكرة أزيد. أنا حبيت أني أكون أنا من ضمن الفريق القومي، يعني أنا صغير كان طموحي أني ألعب في الأسموانة. بديت يعني أفكر بالتفكير أن أنا يعني الكرة هاي لازم يعني أدخل فيها. واحد من ربعي اللي حوالي من اللي جنبي دخل في نادي العروبة كحارس مرمى وبدأ يتمر له حالي 5-6 اشهر كذي، وانا ما اشترك للحين في نادي لان ابوي مانعنا. نعم. ابوي يقول تسوي كل شيء بس الانديه ممنوع. ماخذين فكره على الانديه انها هي يعني مو بزين حق الشباب. نعم. طبعا انا خالفت الموضوع هاي، خالفت ابوي ورحت من وراه. يعني حبيت اني انا اسمونه اشارك في الانديه. نعم. بعد سمعه دوره الخليج اللي في كانت في سمونا في البحرين الاولى، وان احنا انغلبنا ونهزمنا، وصار عندي حب خلاص ابي ادخل هاي. ذيك الفتره موسم 69 70 كان تاسيس نادي السد. صح.
نادي السد تأسيسه 69 سنة. أنا من ضمن هذه قلت هاي نادي جديد يمكن حصل لي فرصة وحصل لي مركز فيه. رحت لهم قدمت لهم كتاب خط بيدي ووقعت عليه إن أنا بشارك وياكم. كان عمرك كم؟ تقريبا في 15-16 سنة. كنت صغير يعني. كنت تدرس طبعا طالب. أي طالب في المدرسة أي طالب. إيه. رحت هناك قالوا أوكي خلاص بنسجلك. تمرنت يوم كم تمرين؟ زين قالوا احنا نحب نصنف اللعيبة نحط درجة أولى ودرجة ثانية. نعم. صنفوني أنا مع الدرجة الثانية. أنا شفت اللي تمرنت وياهم يعني أنا أحسن منهم. شلون يعني تعطون درجة؟ قلت لهم أنا لا بدرجة أولى مرة واحد طماع. الحماس اللي خلاك قالوا لا لا أنت درجة ثانية. قلت لهم خلاص أنا ما أبغي. ورحت عنهم. مشيت عنهم. ما سجلت. تميت فترة جاني يسموني هذه اللي قال لي تعال عندي في العروبة هاي رفيج اللي سجل في العروبة يلعب اسمه سالم علي سلمين من ربعي نعم. من رميلة نعم. كان يلعب حارس مرمى رحت وياه نادي العروبة دخلت أول مبناهم اللي بيت جنب بيت الشيخ جاسم الله يرحمه النادي هناك صغير في ملعب على القارة كانوا يلعبون هناك قالوا لي تعال خلاص بنجربك بنشوفك أول تمرين لعبت يوم في الملعب القار هذه تمرين واحد قالوا لي خلاص بنسجلك السنة طبعاً أنا بسجلوني خلاص وكان عروبة ذاك الأيام خالد بلان طال بلان مجيد بعني بارك فرج يعني الأسامي كلها كبار كلها نجوم حسن عثمان الله يعطي الصحة والعافية يعني الكل كان خلاص شر يعني سجلوني كان الموسم كان في تقريبا في نهايه الموسم سجلوني في الدرجه الثانيه وكان عندنا باقي 4 مباريات او 3 مباريات الثلاث مباريات هذيلا او 4 مباريات هاي 3 فوز والاخيره استوت لنا مع نادي قطر الفاصله اللي يفوز فيها يعني إذا اللي يفوز فيها يأخذ بالنسبة لقطر إذا فاز يأخذ الكاس وإذا تعادل يأخذ الكاس فرصتين يعني, يعني يأخذ يعني يأخذ البطولة الدرجة الثانية نعم إحنا لازم محتاجين الفوز لعبنا المباراة تعادلنا إحنا أخذنا المركز الثاني ومخذ الأول هو المركز الله. الأول خذيت أول ميدالية في هذه أول موسم لي بعد 4 مباريات نعم خلص الموسم هذا خلص الدرجة الأولى بيلعبون الكاس سيد المدرب حسن عثمان شلاني حطني مع الفريق الأول شل واحد لاعب أساسي ونزلني مكانه أوف يعني مغامرة هي مغامرة أنا عمري 16 سنة و 15 سنة 16 سنة نعم شل حتى اللاعب هذاك زعل شلون أنت يعني تنزل لاعب صغير وأنا لاعب ليش شله صالح دبيبة صالح يعني زعل أنت شلون تنزل لاعب صغير وأنا يعني هذه قال لا يلعب وأول مباراة لعبها انهزمت من السد واحد انهزمنا 1-0 أول مباراة لي في هذا في استاد في استاد الدوحة في استاد الدوحة خلص الموسم يعني خلص الموسم خلصنا طلعنا من الكاس خلاص الموسم من بعده لعبت موسم في العروبة وبعدها صار الدمج صح فكرة سمونا نعم. دمج الأندية اندمج نادي العروبة مع نادي قطر بمسمى الاستغلال صح انتقلنا احنا لاعبي العروبة كلنا رحنا الى قطر لعبت في نادي الاستغلال موسم واحد لعيبة وايد لعيبة العروبة لعيبة قطر لعيبة وايد واسامي كبيرة وانا عندي طموح والمدرب اللي هناك يعني ما حسيت يعني يعطيني حقي انا متحمس ما كنت ما بيلس على الخط كان في بعض المباريات ينزلني الشوط الثاني أنا ما مش راضي بالموضوع هذا ليش ما تنزل لي أساسي ذيك الأيام من كان يشجعك أبو حسن يشجعك يقول لك ها يلا لا فاضل بعد الله سبحانه وتعالى عليك ما طبعا ما في لأن أبوي يعني بدأ يفهم الموضوع أنه يعني خلاص أنا دخلت في هذه تقبل الموضوع لا غير الوالد الله يرحمه يعني نبي مثلا شخص ما في لأن إحنا بنفسنا إحنا ايه؟ طموحنا عالي حلو إحنا يعني مثلا أنا طموحي عالي أني أبي أوصل أبي أسوي شيء اجتهاد منك اجتهاد ابي اسوي شيء يعني خلاص ان شاء الله يعني نعم. شيء فيني هذا بعد ما سمونا
موسم واحد مع نادي قطر خذينا فيها كأس الأمير فيها خذينا فيها بطولة ما شاء الله. أي وبعدها صار حل للاعبين انتقالات لاعبين جاني عرض من السد وأنا كنت يعني طبعاً بالنسبة لنادي الاستقلال قلت لهم أنا ترى أنا بطلع من عندكم ما راح أكمل الموسم يعني الموسم اللي بعده هم ما كانوا مصدقين لم تغشمر ولا شيء أي قالوا لا أنت يعني أنت تغشمر قلت لهم أنا يعني جاد في الموضوع هذا ما صدقوا المهم جات الكشوفات الجديدة تسجيلات جديدة سجلت مع السد كنت تحب نادي السد ولا شو سالفة لا لأن السد يعني طموحي أنا ذيك الأيام إيه؟ أنا في التقييم في الأول ثانوي ما بالدراسة أبي أطلع من المدرسة إيه؟ وأبي أسوي أدخل في الشرطة أو في الجيش نعم أحصل لي ضابط نجمة بعد فيك طموح ثاني بعد أبي سنجم يعني طموحي طموح جميل إيه طموحي يعني إيه؟ طموحي اللي يسمونه أني أنا أروح نعم. أوقف على الدراسة طبعا ما نادي السد قالوا إحنا ممكن إحنا نساعدك في هذا الشيء وطبعا هناك مدربي حسن عثمان اللي طلعني راح نادي السد المهم وقعت مع السد جوني نادي قطر يعني جوني الله يرحمه مع الشيخ عبد العزيز بن سحيم الله يرحمه كان صديقي واخوي وكنا ويا بعض جاني في البيت سحبني من البيت قال لي ليش تسجل انت فينا سموني كنت سجلت خذاني وداني سيده بيتهم في القصر عندهم في قصرهم هاي اللي في موجود هنا عند الديوان نعم دخلني داخل الله يرحمه والدته جالسه في المجلس دخلني داخل هاي قال لها يا ام تشوفي مبارك راح سجل مع السد وخلانا التفتت علي قالت لي الله يرحمها قالت لي يا يوبا ليش خليت اخوانك ورحت سجلت مع السد الله سجل وقع مع قطر مرة ثانية وقت توقيع ثاني خلاص انا يعني في الموقف هذا ما قدرت اسوي شيء وعبد العزيز الله يرحمه وعبد الله بن سحيم الله يرحمهم كان حوالي وقع وعندهم الاوراق والقلم لو وقعت في نادي الثاني شو يصير لك وقعت انا خلاص وقعت مع نادي قطر اي وقعت توقيع الثاني خلاص انا دخلت خلاص. بالنادي اي زين التوقيع الثاني هذا وبعد خلاص احنا قالوا لنا يعني جاتنا فرصه يودونا الدونا لندن رحنا لندن احنا لندن نسمح فيها ما نعرفه وين لندن ايه بتروحوا لندن قلنا نروح لندن استأنسنا رحنا لندن الله ايام جلسنا فيها 4 أيام وقمنا نتصل يعني ايش الاخبار وهذه قالوا ترى صارت مشكله بين نادي السد وبين نادي سمونه استقلال المهم ان الشيخ جاسم طلع قرار فينا احنا كم لاعب شط من نهائي انشطبنا من السجلات اوه لندن اللي هناك اللي كنا مستانسين فيها سودت خلاص توت ما تضايقنا يعني حسيت بضيق 4-5 أيام 6 أيام قلنا خلاص يا شباب نرجع وبعدين رجعنا هنا الا الوضع يعني شاب بالناديين مع المحاولات مع الكلام هذا يعني توصلنا في الاخير ان نادي قطر او نادي الاستقلال ما قدروا يسووا لنا شيء رحنا حق نادي السد قلنا لهم ترى الوضع الشكل قالوا انتظروا خلنا نشوف قرار الشيخ جاسم الله يرحمه ايش اللي بيصير بعدها الشيخ جاسم قال رجعوا لناديكم الاولي اللي وقعتوا فيه التوقيع الاولي وانتهى الموضوع اللي هو قطر لا انت بالنسبه لحق الاستقلال خلاص لانه التوقيع الاولي احنا وقعنا مع السد اي نعم رحنا السد وبدا مشواري مع السد دخلت في نادي السد اي خلاص لانه رسمي اي رسمي انت هني ارتحت اي خلاص انا وصلت مثلا الى مدربي السابق وصلت الى المكان اللي انا به خلاص وصلت ومن هناك لين اعتزلت وانا في نادي السد من كان معك اول ما دخلت النادي؟ من كان اللعيبه اللي معك؟ السد ما مثل حسن مطر كان وياي وبعد مرزوق ضاحي نفس الشيء كان وياي ثعلب ايه ومشت حياتي خلاص في نادي السد ايه خلاص صرت رسمي ايه رسمي سدوي ايه يعني بطولاتي من نادي السد من يوم ما انتقلت حتى 88-89 موسم 89 نعم كل البطولات مع السد هنتكلم عن مشاركاتك مع النادي والمنتخب بعد الفاصل اوكي ان شاء الله
كابتن مبارك أكيد هناك في مباريات مع النادي، تكلم عن أهم مباريات مع النادي. طبعا مع نادي السد يعني من يوم أنا ما سجلت فيه ما شاء الله النادي عامر بالبطولات ما شاء الله، يعني حتى قبل لا أشترك فيه لأنه كان هو يأخذ بطولات. نعم الحمد لله، يعني الله يسر لنا أمورنا وتوفقنا، خذينا كل البطولات اللي موجودة في اللي سمونه يعني أكثر البطولات اللي موجودة في النظام أو في السيستم هذا إحنا خذنا نادي السد. تقريبا أنا أكثر كابتن في نادي السد أو في قطر إنه يشيل كؤوس أو بطولات. بكل فخر تقولت. أي ما فخور الحمد يعني. لله لأن ما شاء الله. الأمور كانت مهيئة لنا، يعني مجموعة لاعبين جيدين، إدارة جيدة، نادي منظم، الأمور كلها يعني تهيئ لك يعني انك تنجح انك تاخذ بطولات، بادر تاخذ بطولات، تطور نفسك. نعم. مع اللعيبه. وعشان كذا انا طولت في النادي، يعني طولت في نادي السد يعني بلعت فتره طويله. كم سنه لعبت؟ او في كره القدم انا بديت انا بديت في السبعين، بدايتي في السبعين تقريبا 69 70 وانتهيت في 88 89 ما شاء الله، يعني حوالي 18 سنه. 18 سنه يعني انا جالس اعطي للرياضه في كره القدم بين المنتخب وبين النادي. زين، يعني انت عمرت في نادي السد. هي ما الحمد لله، واعتقد انك انت كنت كابتن اكبر واحد اخذت خلينا نقول قياده السد. مو لان فتره طويله اقول لان عشت في ملاعب فتره طويله. كنت تذكر احلى مباراه ليه ما تنساها سواء كاس سمو الامير او الدوري؟ تكلم عن مباريات وايد، يعني اذا يعني سنواتي من حوالي 16 17 سنه و 18 سنه في الملاعب مباريات وايد ما اذكر منها. زين انت الحين نبي ندخل في موضوع المنتخب. طبعا انت صراحه من الناس اللي معروفين منتخب قطر، اول مشاركه منتخب قطر تذكر في اي بطوله؟ بطوله الخليج. خلينا نتكلم بطوله الخليج. طبعا انا شاركت في 7 دورات ما شاء الله، 7 دورات خليجيه، واول دوره كانت في 72 السعوديه. نعم الثانية ومن نعم. بعدها شاركت لين حتى 7 دورات. يعني تعتبر أنت أول قطري شارك 7 دورات؟ نعم، وكان المفروض يكون 8 دورات لأن بعد اللي سمونا في 79 كانت في العراق، هي المفروض تكون في 78 أجلوها. نعم. السنة استوت 79 صح، بعدين تأجلت بعدين سنتين استوت في 82 صحيح. أي المفروض تكون 8 دورات بس أنا شاركت حن 7 دورات أكثر لاعب. طيب البطولة اللي أنت شفت إن مبارك بدع فيه، يعني حسيت إن هالبطولة أنت حسيت إن يمكن تكون أحسن لاعب مثلاً؟ يعني نقول لك بطولة عمان اللي في عمان اللي خسرناه بضربات الجزاء، من المباريات يعني من البطولات اللي ما يعني ما لا ذكرى خاصة، يعني تعرف إحنا وصلنا للمباراة الفاصلة مع المنتخب العراقي صحيح، وخسرنا المباراة بضربات الجزاء. من اللي ضيع البلنتي؟ لا تسألني عاد، هاي سؤال محرج وايد. مبارك عنبر وختام مسكو عنبر إن شاء الله، ختام مسكو عنبر إن شاء الله. مبارك متقدم ويشوت مبارك. صدها لا زال الأمل قائم. لا طبعا أنا ضيعت لكن المباراة كانت والله كانت يعني البطولة بالنسبة لنا يعني ممتازة جدا، لأنه صارت المباراة الفاصلة بينه وبينه منتخب. عقب ما انهزمت وش حسيت فيه؟ طبعا زعل وحزن ووضع يعني ما كان وضعنا زين، بس الحمد لله بعدها بشهرين 3 أشهر كانت عندنا تصفيات النهائية حق الدورة الأولمبية في لوس أنجلوس. نعم صحيح، مجموعاتنا كانت في سنغافورة، احنا نلعب ضمن مجموعة، رحنا أخذنا الأول في المجموعة ما شاء الله حلو، يعني ما أخذنا كأس الخليج بس عوضناه بشيء أكبر، إحنا وصولنا للدورة الأولمبية أكبر من دورة الخليج طبعا، يعني وديك الأيام الدورة الأولمبية المنتخبات اللي تشارك فيها المنتخبات عالمي واحد، يعني مش تحت 23 أو 22 أو هذا المنتخب الأول يشارك هنا الفريق الأول. نعم صحيح. يعني إحنا وصلنا الدورة الأولمبية، يعني عوضنا اللي خسرناه من دورة الخليج الدورة الأولمبية، وصلنا لوس أنجلوس هناك، يعني وصلنا فوق. وشاركت في برشلونة أنت؟ برشلونة أنا شاركت فيها كمدير للفريق. هاي مشاركتي الثانية، هذه بالنسبة لي بعد إنجاز.
والبطولات اللي مع المنتخب وين بعد غير كنت مدير منتخب غير خلينا نقول يعني بطولات ثانية؟ دورة الخليج 92 اللي خذيناها هني. السلام 11 احنا انا مدير انت كنت مدير منتخب؟ شنو شعورك؟ أبيك أول بطولة كأس خليج ناخذها احنا. أنت حكم مدير مع طبعاً بكيت؟ قول الصدق. أنا والله يعني فرحان ويوم احنا بكينا والله. يوم رحنا نستلم الكأس الميداليات والكأس كان الله يرحمه الشيخ خليفة بن حمد الله أبونا الأب الأب نعم الله يرحمه نعم كان هو اللي يسلم الميداليات وهذا الله. كان جنبه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد الشيخ حمد يوم جاء إنه بيعطيني الميدالية قام سمو الأمير الوالد الشيخ حمد قال حق أبوه قال له شوف مبارك يوم كان يلعب ما قدر ياخذ كأس خليج يوم استوى إدارة حياخذ كأس الخليج الشيخ خليج ابتسم وضحك مداعبات سمو الأمير الوالد ما شاء الله عليه زين أنت يعني يمكن خدت إنجاز مع منتخب قطر دولة الخليج في نجوم لك عجبوك في أيامك خلينا نتكلم نجوم وايد لأن خلينا نقول من كل نادي ما نقول بالست بس من كل نادي عطنا واحد من كل نادي خلينا نبدأ السد أول شيء السد يعني كلهم نجوم ما شاء الله كلهم نجوم هاي جواب دبلوماسي كلهم جواب دبلوماسي زين العربي العربي كان أنا بالنسبة لي أنا يعني كنت أحب ماجد الصايغ يعني بستايله في اللعب زين يعني زين والأهلي الأهلي محمد غانم الله والوكرة الوكرة كان حسن القاضي يعني بالنسبة للعائلة كان هو الريان الريان منصور مفتاح ما في كلام الله واحد اثنين منصور اي ما في وخل بعد ما يزال التعاون او فور حاليا التعاون كان سعيد مسند سعيد مسند ما نسينا بعد ما نسينا الاندية منا تقريبا بعد كلهم احنا قلناهم يمكن قطر ما قطر كان فيه مبارك وليد كان فيه الله عوض حسن عوض حسن اسامي كبيره اسامي زين الجيل خلينا نقول الشباب اللي فزتوا في دوري الخليج دعشني نعم. طبعا كان جيل قوي مبارك مصطفى عادل الملا يعني كلهم محمود صوفي الله يرحمه كلهم لعيبه بعد زامل الله كلهم لعيبه كبار عادل ما الله عادل بعد ولا كابتن هو عادل من أفضل مدافعين الله والله والله يستاهل من أفضل مدافعين في منطقة الخليج نعم. عادل ملا الله عادل ملا نعم نعم من أفضل المدافعين زين أبو حسن الحين أنت وصلنا خلينا نقول لمباراة اعتزالك تبي تتذكر المباراة هذه من مع من لعبته ومتى تذكر والله في 89 نعم. مع منتخب مصر نعم. يعني النادي السد هو سوى لي المباراة هاي. شعورك وانت يعني مباراة اعتزال كذا والعالم جمهور جاي يشجعك كان في شعور هل كنت هل كنت متردد او كنت لا والله خلاص لا خلاص لان انا يعني حسيت نفسي اكتفيت قلت انا لازم اطلع وانا يعني الناس تذكرني بالخير يعني انا بنيت خلال فترة طويلة يعني مثل الواحد يبني العمارة نعم. لما توصل تخلص الفينش ما تخلصه ما تهدها وتطلع صحيح تخليها على شكلها الحلو صحيح الله تخليها انا وصلت الى مرحله قلت خلاص انا سويت اللي انا قدرت عليه حلو وما ابي اهد اللي انا سويته لازم انسحب انسحبت الوقت المناسب الحمد لله حلو حلو زين شنو اغلى ذكرى في حياتك والله ذكريات وايد يعني طبعا انا عاشرت ما فترتي هذا يعني ناس اخوان واصدقاء يعني ساعدوني في المجال هذا ووقفوا وياي ساندوني وما انساهم وطبعا الناس والجمهور والقطريين اللي هني وحتى المقيمين اللي هني اللي ساندوني وساعدوني طبعا هذه من الذكريات اللي انا ما انساها لانهم هم كانوا خلفي وراي هم يعطون الدافع هم يعطون الحماس هم يعطون الشكل تستاهل انا لما امشي في الشارع اشوف الواحد لما يشوفني يذكرني اوه بعنبر ويعطيني ابتسامه هذه يعني بالنسبه لي شيء كبير اي اثر طيب اي دائما الله يذكرك بالخير يعني هذه الحمد لله رب العالمين انا سعيت الى شيء وصلت الى شيء يعني الحمد لله حمد. يعني من الذكريات ان احب الناس احب هذا يعني هذا شيء بالنسبه لي ما انساه اخترتك صوره انا مع اخوي
الله. شوف أنا قلت لك في البداية أنا سبب يعني انتقالي يوم قلت إحنا عفواً هاي أخوك؟ هاي أخو أقول هاي أنت وهاي هذي أخوك؟ هذي وهذي أخوي هاي سعد. بارك عنبر وهاي سعد سعد عنبر سعد عنبر. أنا قلت لك أنت أنا الله. كنت حاب إني أدخل في الجيش أو في الشرطة. نعم كنت يعني حاب بالفعل شوف أنا يوم كنت صغير شلون يعني أنا حاب الشغلة هذه من يوم كنت صغير. الله والله صورة حلوة صراحة وهدية أيه. حلوة جميلة منك يعني هون بالصورة هاي من الصور اللي يعني ما اعتقد حد شافها. الله أشكرك على هالهدية الجميلة أيه. أبو حسن أنا شاكر لك ومقدر لك ولك الاحترام ولك التقدير كنجم كبير. بارك الله فيك بارك الله فيك ما قصرت وياي أنت سألتني وأنا أعطيتك إجاباتي مختصرة لأن الذكريات ولا يعني اللي ما راح الواحد ينساه كثير. انت تاريخ انت ما تكفيك حلقات. الله يعطيك الصحه والعافيه والحمد لله رب العالمين. شكرا لك بارك الله فيك. مشاهدين نلقاكم على خير ومع السلامه. نقول إلى لقاء آخر.